موجة من الاحتجاجات شهدتها المناطق المحررة تطالب بإصلاحات شاملة، منها الأمنية ومنها الاقتصادية. ازدادت حدة تلك الاحتجاجات على خلفية ملف العمالة والخلية الأمنية التي تم على إثرها اعتقال عدد من القيادات والعناصر في صفوف هيئة تحرير الشام من قبل جهاز الأمن العام، وقيام بعض عناصره بتجاوزات مسلكية خلال عمليات التحقيق. في المقابل، سارعت السلطات في المحرر إلى اتخاذ عدة خطوات إصلاحية استجابة لمطالب الشارع من خلال جلسات ولقاءات مع نخب الشارع الثورية والمسؤولين في المحرر. تمخض عن تلك الجلسات عدة قرارات إصلاحية، ولعل أهم تلك القرارات وفق ما يرى كثيرون هو حل جهاز الأمن العام وإتباعه لوزارة الداخلية، وتشكيل لجان للتواصل واستقبال شكاوي الأهالي في المناطق المحررة، وإحداث ديوان المظالم، واستحداث المحكمة الأمنية. على صعيد التشاركية في إدارة المناطق المحررة، كان قرار إعادة تشكيل مجلس الشورى العام بهيكلية جديدة وتمثيل أوسع نقطة تحول في الخطة الإصلاحية. رافقها قرار بإعادة النظر بملف المجالس المحلية وتنظيمها. ويبقى السؤال الأهم، هل تكون تلك القرارات كافية لإرضاء الشارع؟ وهل جاءت تلك الاحتجاجات في وقت مناسب؟ وإلى أين وصلت تلك الاحتجاجات في المناطق المحررة؟ ولماذا لم تتدارك السلطات كل أخطائها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه مضى على تشكيلها 7 سنوات؟ وهل تكون تلك الإصلاحات حقيقية بالفعل؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. بداية، يسرني أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة. ضيفي من ريف حلب الشمالية المدون والناشط السياسي معتز ناصر. أهلا وسهلا بك سيد معتز. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، حياك الله. وضيفي من ريف إدلب الغربي الدكتور فاروق كشكش، أحد ممثلي مبادرة الكرامة. أهلا وسهلا بك الدكتور. حياكم الله جميعا. حياك الله. أبدأ معك دكتور فاروق، لماذا هذه المظاهرات بالتوقيت أو بهذا التوقيت بالذات، أم أن ملف الخلية الأمنية كان المفتاح ربما لهذه الاحتجاجات؟ حياكم الله. أهلا بك. حقيقة المشاكل قديمة وكانت سابقا مقتصرة على الفصائل، كان التنازعات والمشاكل هي بين الفصائل، لكن عندما استلمت هيئة تحرير الشام إدارة المناطق المحررة لم يتغير سلوكها تجاه الفصائل، فتحول إلى سلوك تجاه الفصائل وتجاه المجتمع المدني. نفس المظالم التي كانت تتعرض لها بقية الفصائل تعرض لها المجتمع المدني، وتراكمت هذه المظالم بشكل تراكمي وبارتفاع أسي وليس ارتفاع خطي، لا إلى أن انفجرت في يوم من الأيام عندما حدثت مشكلة الخلية الأمنية. ما هذه المظالم التي تكلمت عنها دكتور فاروق؟ تمام. المظالم على محاور متعددة. نعم. المحور الأمني، يعني من المعروف عندما تحدث مقالات أو أي شخص يتناول سيادة السيد أبو محمد جولاني بجملة أو بكلمة هنا أو هناك، يأتي جلاوزة السلطان ليختطف ليذهب يعني في غياهب السجون. هذا على المستوى الأمني. فحتى حديثا عندما بدأ الناس في الحوار بالحراك الأخير، كثير منهم ينظر إلى النافذة، هل هناك من يستمع إلينا؟ هذا الخوف الذي تم زرعه في سلوك الناس ما خرج الناس في بداية الثورة للوصول إلى هذه المرحلة. هذا على المحور الأمني. على المحور المادي، المظالم حدث ولا حرج، إن حجم الأموال التي تجبيها هيئة تحرير الشام أرقام مهولة، وهذه الأموال تؤخذ من أفواه الجياع في المخيمات. الناس التي ظلمت بلقمة عيشها، من الذي أخذ هذه الأموال؟ هيئة تحرير الشام التي أخذتها باسم الحكومة. المنظمات، ويعرف موظفين المنظمات أن هناك نسبة تقتطع من المعبر، وهناك نسبة أخرى تقتطع في المخيم بذاته، عدا عن اكتساب أو
الولاء يؤخذ من الناس عن طريق السلة وعن طريق الراتب. التجويع كان ممنهجا للوصول إلى هذه المرحلة بغية أمرين: تجويع الناس وامتلاك المال لشراء ذمم الناس، وتحويل الشخص الجائع لشخص باع ذمته مقابل الحصول على قوت عيش أولاده. هذا على المستوى تفضل. نعم أكمل دكتور. تمام، هذا على المستوى المالي. على المستوى الديني، نحن خرجنا بالثورة لتحقيق مجموعة من القيم: قيم العدالة، قيم المساواة، قيم توليت المناصب لأهلها، قيم الشورى. هذه القيم الشرعية الدينية لم تطبق، أو لنقول بنسبة عليا لم تطبق. فهناك من يتهم الحراك بالعلمانية. الحقيقة من لا يطبق الدين هو العلماني، وليس تهم تلقى جزافا هنا وهناك. سأعود إلى مناقشة موضوع الحراك وحيثيات الحراك، ولكن دعني قبل ذلك دكتور أنتقل إلى الأستاذ معتز. سيد معتز، إلى أين تسير الاحتجاجات الآن في المناطق المحررة، وهل تعاملت السلطات معها بالشكل المناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنا يعني أقيم الحراك الذي حصل في إدلب على أنه هو حراك إيجابي، بل هو إيجابي جدا. هذا أمر. الأمر الثاني، أيضا تعاطي السلطات معه إلى حد كبير جدا كان أيضا إيجابيا، لأني أرى من خيرية المجتمع أن يكون هناك احتساب للسلطة، وأرى أنه من رشاد السلطة أن تسمع للمجتمع. الحالة التي حصلت في إدلب يعني صح هي حالة ليست مثالية وليست حالة وردية وليست الحالة التي نطمح لها، لكن حالة متقدمة جدا عن تجارب يعني سابقة لنا في الثورة السورية، سواء كانت تجربتنا مع النظام مناطق أخرى غير إدلب في موضوع حصول احتجاجات شعبية وتعامل السلطات معها. أنا شخصيا أقول بأنه تمترس يعني أحد الطرفين أو تمترس كلا الطرفين خلف الحلول الصفرية لن يوصل الناس إلى نتيجة مرضية، ولن يوصل الطرفين إلى بعضهما البعض. أنا أرى أن الطرفين الموجودين في الشمال السوري المحرر ليسا خصوم، بل هما شريكان حيويان ورئيسيان، يعني يرتبط مصيرهما ببعضهما البعض، وبالتالي ليس هناك يعني أي داعي لموضوع طرح حلول صفرية بينهما، بل أرى أن المساحة المشتركة بينهما هي مساحة كبيرة جدا. يجب العمل على تعزيز هذه المساحة، ويجب العمل على تقوية النقاط المشتركة بينهما وحلحلة النقاط الخلافية. يعني عندما أتمترس أنا خلف حلول صفرية سأدفع بالضرورة الطرف المقابل أو الطرف الثاني الذي أمامي بالتمترس أيضا خلف حل صفري، وهذا الأمر سيؤدي إلى نزاع أكبر، أو في أضعف أحواله لن يؤدي إلى إصلاحات تنعكس إيجابا على حياة الناس. لكن ما المانع بأن ألتقي أنا مثلا مع السلطة أو مع الطرف الذي أخالفه في نقاط مشتركة؟ هذه النقاط المشتركة العمل عليها وتعزيزها سينعكس إيجابا على المجتمع، وأن بقيت هناك نقاط خلافية أستمر في البحث عن سبل لحل هذه النقاط، وقد تبقى هذه النقاط خلافية. يعني بشيء طبيعي أننا لن نتفق 100% بطرح كل طرف، لكن حقيقة العمل على النقاط تفضل. لا تفضل أكمل. لكن أنا أظن أن العمل على النقاط المشتركة بين السلطة وبين القائمين على الحراك المجتمعي الإيجابي الذي يحصل في إدلب سينعكس إيجابا على الطرفين بشكل عام. نحن بالحالة السورية نتيجة الظروف السابقة التي مررنا بها ونتيجة الظرف الحالي الذي نعيشه أصبح لدينا حدة جدا في موضوع انفعالاتنا النفسية، أو حتى في موضوع طروحاتنا السياسية، بل باتت الانفعالات النفسية والذهنيات المسبقة هي المتحكم الأكبر فينا في الطروحات السياسية. أثرت علينا جدا أدبيات يعني الصمود وأدبيات التمسك بالمبادئ وكذا، فصلنا نرى أي معركة أو أي خلاف هي نزاع بين إيمان وكفر وإسلام وردة وخيانة ووطنية وكذا. يعني صرنا دائما نأخذ الأمور إلى مناحي حدية. الأمور يعني ما بدها كل هذه الحدية في موضوع الطرح وفي موضوع التعامل. دعم، هناك معارك حدية يجب أن نكون فيها حديين وواضحين، كمعركتنا الصفرية مع النظام السوري. لكن بين
بعضنا نحن بنظر الدول ونحن بنظر النظام السوري عبارة عن جماعات سنية مسلحة معارضة لهذا النظام السوري، وبالتالي أي خلاف حدي في مجتمعنا وأي نزاع حدي بين بعضنا البعض يخدم بالضرورة مصلحة النظام السوري ولو كان حسن النية موجود عند جميع الأطراف. إذن الأصل في تعاملنا مع العدو الخارجي هو الحلول الصفرية، الأصل في تعاملنا مع الخصوم ومع الحلفاء هو إيجاد نقاط ومساحات مشتركة، الأصل في تعاوننا بين بعضنا البعض وتعاوننا في بعضنا البعض أن يكون هناك تعاون مبني على الإيمان والتقوى والبر لتحقيق الأفضل لمجتمعنا. نعم دكتور فاروق، بالعودة إلى ما تفضلت به قبل قليل عن الحراك وحيثيات الحراك، قيل أن بعض هذه المظاهرات تحمل أجندات خاصة، كيف للناس العوام أن تميز بين المظاهرات الثورية وتلك المظاهرات، سيما أن هذه المظاهرات كانت بتنظيم من عدة جهات وفصائل مختلفة كل على حدة؟ الحقيقة أريد أن أعقب عن كلام أخي الأستاذ معتز. نحن لا نسعى إلى حلول صفرية، أخوتنا في هيئة تحرير الشام هم أبناؤنا وهم حماة الديار وهم سندنا وهم أخي وأبي وأبني وأبن الجيران، فإشكالنا ليس هو مع هيئة تحرير الشام، ولا نبغي حلا صفريا مع هيئة تحرير الشام ولا حتى مع السيد أبو محمد جولاني أبدا. نحن نبحث عن مساحات مشتركة والمحرر يتسع للجميع، ولكن إعادة تنظيم ما حدث فيه خطأ، فلا نبحث نحن عن حلول صفرية أبدا، لا مع هيئة تحرير الشام الذين هم أبناؤنا ولا مع السيد أبو محمد الجولاني. أقول المحرر يتسع للجميع، ولكن بإعادة ترتيب المواقع من جديد. أما السؤال حضرتك، ربما المظاهرات الفاعل الرئيسي فيها هم الناس الذين شعروا بالظلم والإهانة، الإهانة أقول عن كلمة الإهانة، نعم هم أكثر، هم العمود الفقري للمظاهرات. أما قد نجد شخص من هنا أو هناك قد يكون موجود، فالمظاهرات شعبية والشارع مفتوح وليس هناك بواب على المظاهرات أنت أدخل وأنت لا تدخل وأنت ما هو اتجاهك، لا يوجد هكذا. نعم طيب دكتور، دعني أتعمق معك قليلا. نفرض جدلا أن قيادة هيئة تحرير الشام تنازلت عن السلطة وسلمت السلطة لناس، أنتم كمبادرة، مبادرة الكرامة، هل تستطيعون أن يعني أن تسكتوا جميع دعني أسمي المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي مثلا أبو محمد الجولاني، هل تستطيعون أن تسكتون جميع المتظاهرين على اعتبار أنهم ينتمون لأحزاب عدة ولفصائل عدة؟ أعود وأقول العمود الفقري للمتظاهرين هم الناس المظلومين، فإذا هؤلاء الناس المظلومين شعروا بأنهم أخذوا غالب طلباتهم فهم بشكل طبيعي سيذهبون إلى بيوتهم، لأنهم الأشياء التي طالبوا بها أخذوها. أما إذا لم يحصلوا على هذا المطلب فشيء طبيعي سيستمرون في الحراك، وأنا مثلا شخصيا ليس لي سلطة على الناس التي خرجت، أنا واحد من هؤلاء الناس، ولكن أركز على هذه الفكرة، إن أخذوا مطالبهم سيذهبون إلى بيوتهم، لم يعد هناك مبرر يدفع الناس لترك أعمالها ومعاشها وتغامر بمخاطر مختلفة ليذهبوا لمسافات طويلة ويتظاهروا. أما إذا لم يحصلوا على متطلباتهم ستستمر المظاهرات. يعني تستطيعون أن تحققوا مثلا ما تهدفون إليه أنتم كمبادرة، لديكم عدة أهداف أو بنود تسعون لتحقيقها، إذا تحققت هذه الأرضية التي تم تشكيل المبادرة على أساسها تستطيعون إدارة يعني ما كان لدى قيادة المحرر؟ تماما، إن تحققت هذه الأهداف فماذا سنفعل بالشارع؟ نعم أعود إليك أستاذ معتز، هل ما تم إصداره من قرارات إصلاحية من قبل السلطات في المحرر كافية برأيك، أم أنه يجب أن تكون هناك قرارات أوسع تشمل نواحي أخرى من الحياة؟
بالنسبة لموضوع القرارات الإصلاحية، أنا شخصيا لمس جدية من طرف إدارة إدلب في موضوع الإصلاح، وأرجو الله يعني أن يوفقهم وأن يرزقهم يعني صدق النية حقيقة في تحقيق الإصلاح للناس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، موضوع حكمي أنا شخصيا على هذه القرارات هل هي كافية أم لا، فأنا أظن أنه أهلنا في إدلب هم أولى مني بموضوع التكلم عن هذا الأمر وتقييم هذه الدرجة من الإصلاح هل هي كافية أم غير كافية. لكن أنا أرى، أو عفوا أنا أقول دائما بأن شعبنا يستحق الأفضل، وعلينا دائما أن نسعى للأفضل لتحقيقه لهذا الشعب. وبنفس الوقت أظن أنه يعني نحتاج لفترة تقريبا 6 شهور أخرى لحتى نحكم على هذه القرارات هل هي طبقت بالشكل الصحيح أم لا، ما الذي قابل منها للتطبيق وما الذي غير قابل للتطبيق، هل هناك خلل في التطبيق أم لا، هل هناك جدية في تطبيق قرارات الإصلاح لأواخر سنة 2024 حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بشكل جدي مقاس بالأرقام. أود شكر الدكتور فاروق على سعة صدره، وأود أيضا يعني التعقيب على الكلام الكريم الذي تكلم به الدكتور. أنا أقترح لحتى نخرج من موضوع يعني من موضوع الهلامية إلى موضوع التنظيم ويحقق الحراك أفضل نتيجة مرجوة منه، بأن يكون هناك تفويض خطي مكتوب وموقع عليه من طرف العموم الناس الفاعلة في الحراك لأشخاص محددين من هذا الحراك، وهم خير من يمثلوا مثلا مثل الدكتور فاروق وغيره يعني من الأكارم الذين لا أخيرهم يعني على أحد. عندما تكون هناك قيادة واضحة لهذا الحراك، وهذه القيادة تكون مفوضة من جمهور الحراك، هذا سيجعل الحراك يتبلور بشكل أفضل، وهذا سيجعل الحراك تنظيميا أقوى. لأنه بالعودة للسؤال الذي طرحته حضرتك، واسمح لي أن أجيب عليه بموضوع أنه هل هذا الحراك مسيس أو صاحب أجندة كما يوصم أم هو حراك طبيعي أو وحراك شعبي. أنا أظن أنه من نسبة 85 إلى 90% من المشاركين بالحراك هم أناس وطنيون، أناس لديهم غيرة، أناس أصحاب تجربة في الثورة وقدموا الكثير للثورة السورية. هناك نسبة من 10 إلى 15%، ولا أتوقع أنها تتجاوز يعني في أحسن أحوال 15%، دعنا نقول أناس أصحاب أجندات لا يعنيهم الحراك ولا يعنيهم الإصلاح بقدر ما يعنيهم إشعال المحرر، سواء كان لأجندات فصائلية أو حزبية أو لصالح حتى أجندات خارجية. وهذه الفئة من الناس، هذه الطائفة من الناس ستكون موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع، ولا يمكن أبدا تجاوزها أو إلغاءها. لكن بالإمكان الحد من الأثر السلبي لهؤلاء الناس بأن يكون هناك تفويض من عموم الناس المشاركين بالحراك، تفويض خطي وموقع عليه إلى أشخاص محددين الناس تثق بدينهم وتثق بأمانتهم وتثق برجاحة عقلهم ليقودوا هذا الحراك ويحقق مطالبه. طبعا هذا الأمر هو مستمد من السنة النبوية عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بأن يخرجوا نقباءهم لحتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع التفاهم معهم. لكن بنفس الوقت يعني أقول دعونا لا نفرط بالمثالية، ودعونا لا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا، لأنه هناك أنا أظن هذا الأمر طبعا طبيعي في عالم السياسي وفي عالم الصراعات، يعني نحن لسنا بدعا من الناس وبدعا من الحالات المجتمعية والبشرية. هناك فواعل إقليمية متربصة شرا بإدلب، وهناك فواعل دولية متربصة شرا بإدلب، وهناك فواعل محلية أيضا متربصة شرا بإدلب تسعى للتسلق على الحراك المحيق، وتسعى للتسلق على حراك الناس لتصفية حسابات شخصية أو حسابات فصائلية أو حسابات دولية. لكن طبعا وجود الدكتور فاروق ووجود عموم أهلنا المشاركين في هذا الحراك المبارك في إدلب حقيقة هو صمام أمان لهذا الأمر. أيضا يعني نقطة أخيرة أود التعقيب عليها، موضوع حصر المطالب بشخص أبو محمد الجولاني وتحويل هذا المطلب إلى عقدة. أنا أرى بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا حول أبو محمد الجولاني وتقييمه إلى آخر ذلك، لكن أنا أرى أن حصر المطالب في شخص أبو محمد الجولاني سيدفع بالضرورة الناس المؤمنة بالقيادة الرمزية لأبو محمد الجولاني للتخندق خلف رفض هذا المطلب، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى استقطاب، ونحن بغنى عن هذا الاستقطاب. يعني أنا أقول مثلا لأنني مع مجاهدي هيئة تحرير الشام ومع مقاتلي هيئة تحرير الشام ومع ثوار هيئة تحرير الشام، وأتجاهل بأن المؤسسات والإدارة الموجودة بإدلب هي من صنع هيئة تحرير الشام، وأتجاهل الدور المركزي لقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني. يعني بصراحة هذا التناقض لا يمكن تركيبه، يعني لا يمكن أن أقول أنه أنا مع مجاهد هيئة تحرير الشام الذي يؤمن بالقيادة الرمزية لأبو محمد الجولاني والذي هو صاحب الأثر الأكبر هو وهيئة تحرير الشام في صنع المؤسسات والإدارة الموجودة في إدلب، وبنفس الوقت أنا أقول أنه أنا لا أريد أبو محمد الجولاني
طبعا أنا لا أقول أن هذا الأمر صحيح أو خاطئ، لكن أنا أقول أن هذا الأمر يحتاج إلى يعني حلحلة أكثر ويحتاج إلى توضيح أكثر. نعم، أحتاج إلى وجهة نظرك أيضا دكتور فاروق فيما تطرق له السيد معتز. كثير من المظاهرات رفعت شعارات إسقاط هيئة تحرير الشام. السؤال، هل الحل يتمثل بإسقاط الفصيل أم المطالبة بالإصلاح ومعالجة الأخطاء؟ وللمعلومية أن الشمال المحرر يضم عشرات الفصائل بين شمال حلب وإدلب، ومنها ما هو مرتكب أو متهم بارتكاب انتهاكات عديدة. لماذا لم يكن ضد مرتكبي التجاوزات والانتهاكات أي تحرك أو احتجاجات؟ الحقيقة أنا لم أرى خلال متابعتي للمظاهرات أي لافتة رفعت لإسقاط هيئة تحرير الشام أبدا، إنما كانت مركزة على المشكلة. المشكلة أو الجزء الأكبر من المشكلة هي في السيد أبو محمد جولاني. نحن نرى أن هناك فصل ما بين إدارة وشخصية السيد أبو محمد جولاني وكيان هيئة تحرير الشام. كيان هيئة تحرير الشام كيان عسكري قوي له تأثير فاعل ومهم في حماية المحرر. وأعقب على كلام أخي الأستاذ معتز، هو يرى أن عناصر هيئة تحرير الشام ترى في السيد أبو محمد جولاني رمزا لها. هذا عند البعض، ربما يعني نختلف في هذه الجزئية، لكن أرى أن الجزء الأكبر خاصة بعد الأحداث الأخيرة عندما ذاق الكثير من عناصر وقادات هيئة تحرير الشام الأمرين ضمن السجون ورأوا بأعينهم، إضافة إلى أنه لمسوه بأبدانهم حجم الظلم الذي يحدث في السجون، عندها عادوا النظر في الموضوع، وهذا يعني نسبة كبيرة وخاصة من العسكريين. لكن في سياق ما تطرق له السيد معتز، يعني العناصر لدى القائد أبو محمد الجولاني رمزية لديهم بالنسبة لهم، ولو أن النسبة كما قلت أنت ضعيف أو كما تراها نسبة قليلة، لكن هذا ألا يحدث شرخا في صفوف هيئة تحرير الشام التي أنتم بدوركم لا تطالبون بإسقاطها، تركزون على شخص أبو محمد الجولاني؟ تماماً. تذكرت أمر أنه أبو محمد الجولاني كان جزء من بناء الحكومة، لكن الجزء الأكبر من بناءها هم من يحملون هم المحرر. من بنى الجامعة وبنى المؤسسات وبنى هم أبناء المحرر وقاداته وكفاءاته وكوادره، هم من بنوها وهم الأحرص على هذه المؤسسات التي بنوها بأيديهم. أما الجزئية الأخرى فلا أرى ذلك. يعني يا أخي، الصنمية السياسية يفترض أن نجد لها حلا في أذهاننا. سيدنا خالد كان بيوم من الأيام قائد لجيش، أتاه الأمر من سيدنا عمر بالعزل، فبكل بساطة تنازل وجاء الصحابي أبو عبيدة بدلا عنه. ما يعني ليس لن تحدث نيزك يضرب الأمر الأرض يوم يتنازل السيد أبو محمد جولاني عن إدارة المحرر وعنوان. ها، أمر عادي. كل الدول، رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة، عندما تنتهي ولايته يأتي الرئيس الجديد يصافحه ويتبادلان التحيات ويذهب كل إلى شأنه. لا أرى في ذلك أمرا جللا. نعم، أختم معك سيد معتز. من خلال ملاحظتك للمظاهرات، هل هناك فعلا من حاول استغلال المظاهرات لطرح أجندته الخاصة، سيما أن هناك كان بعض التحركات دعني أسميها بين معترضتين الاستفزازية من قبل البعض فيما يتعلق باستهداف مراكز شرطية في مناطق عدة في إدلب؟ أستاذي، أنا إذا سأدخل في تفصيل الموضوع، يعني حسب قراءتي وحسب اطلاعي على موضوع مثلا من يخرج في المظاهرات، أنا قلت أنه 85% تقريبا من عموم المتظاهرين هم ناس أصحاب وطنية وناس أصحاب ثورية، ولديهم يعني حس اجتماعي وحس عام عالي جدا جدا، وهؤلاء يعني هؤلاء الناس نعول عليهم بالخير. في عندنا نسبة من 10 إلى 15%، يعني ولا أظن تتجاوز 15% من المتظاهرين، يعني هم ناس أصحاب أجندات فصائلية وحزبية، وقلت إنه هذا الأمر طبيعي. يعني تنوعوا ما بين مداخلي يرون أن هيئة تحرير الشام خوارج، وهذا أمر يعني غير صحيح، وهو أمر له ارتباط إقليمي بالمناسبة. ما بين أناس تكفيريون يكفرون الهيئة أو يكفرون أبو محمد الجولاني أو غيره أو كذا،
ما بين أناس حقيقة غايتهم يعني الانتقام والثأر لأحداث يعني جرت في التاريخ الماضي وغايتهم اليوم تصفية الحسابات الشخصية والفصائلية، ما بين أناس حقيقة هم من صنع يعني الفساد الذي ثار ضده الناس اليوم، وهم من صنع المنظومات الفاشلة سواء كان من الناحية القضائية أو من الناحية الأمنية أو من الناحية الحوكمية أو غيرها. وهؤلاء الناس من جملة الإصلاحات التي قامت بها الهيئة منذ 2020 إلى اليوم، أقصاء هؤلاء الناس وإبعادهم عن المشهد، خاصة أنهم كانوا أصحاب يعني سرديات التكفير وسرديات الغلو وسرديات القتالات الفصائلية، وبعد أن قامت الهيئة مشكورة بإقصائهم يعني يبحثون عن صراحة وأعتذر عن هذا المصطلح لكنه يوصفهم إعادة تدوير لأنفسهم عبر امتطاء الحراك المحق لعموم الناس. طبعا هؤلاء الناس كما قلت يعني نسبتهم محدودة، ولو كانوا يحاولون أن يحصروا موضوع ما يصدر إعلاميا عن الحراك عنهم أو يعني يصورون أنفسهم للناس والمتابعين أنهم هم قادة الحراك وهم من يتكلم باسمه. بس تعقيب بسيط على كلام الدكتور، أنا لا أقول أن تداول السلطة أمر خاطئ، ولا أقول أنه لا يجب أن يكون لدينا تداول السلطة، بالعكس الشورى وتداول السلطة وعدم احتكار القوة بيد طرف واحد أو بيد شخص واحد هي أمور من أساسيات الإسلام، بل هي أمور يعني أقرتها كل الحضارات البشرية التي تحترم ذاتها وأقرها كل المفكرين البشريين الذين يحترمون أنفسهم. لكن علينا أن نفصل ما بين إنشاء سلطة متماسكة تقوم على موضوع مؤسسات وتكون قادرة على سد الثغرات وتصدير البدائل في حال احتاجت لذلك، وما بين السلطة ناشئة لما تأخذ وقتها بعد في أن تنضج، تعيش هذه السلطة في حالة حرب وتعيش هذه السلطة في حالة تربص دائم، نطالب هذه السلطة بتغيير جذري قد يكون مهددا لها. يعني مثلا لهذا الكلام زيلينسكي مثالا، والانتخابات الأوكرانية تم تأجيلها، كثير من الدول في حالات الحروب وفي حالات مثلا اليوم نتنياهو هو الكيان الصهيوني، إذا موضوع تغيير السلطة أو تغيير رجالات السلطة وأشخاص السلطة في حالة تحدي وجودي يعيشه المجتمع أو تعيشه الدولة حتى في الدول الغربية صاحبة التجربة الديمقراطية، هذا الأمر يؤجل إلى ما بعد زوال الخطر الوجودي. هذا لا يعني أننا يعني نصيح بالروح بالدم لأي أحد، ولا هذا يعني أننا نجمل أي أحد وننسف يعني سلبيات أي أحد ونقدمه على أنه هو أفضل ما يمكن، لكننا نتحدث بتجرد وموضوعية لبحث الخيار الأفضل لمجتمعنا. طبعا أكرر أن الحالة المثالية التي يجب أن نسعى لها ويجب أن نكرسها هي حالة الشورى وحالة التداول الصلمي للسلطة وحالة عدم احتكار السلطة بيد شخص أو بيد جماعة، بل أن تكون القوة والسلطة موزعة على كل شرائح المجتمع بحيث ينتج لدينا مجتمع متوازن تقوده سلطة راشدة. مداخلة أخيرة. نعم تفضل. الحقيقة جزء مهم أخونا الأستاذ معتز تكلم عن أشخاص أقصتهم الهيئة بسبب سلوك سيء، لكن أنا أؤكد على فكرة أن كثير ممن أقصي هو أقصي بسبب الولاء، كثير من الناس أقصوا عن الهيئة بسبب موضوع الولاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولائهم للهيئة تقصد؟ تماما، عدم وجود الولاء أو عدم شخص ليس من ضمن الجماعة، هذا المصطلح المستعمل. الأمر الثاني بخصوص بحالة الحرب تغيير الرؤساء والقاضي، نحن في حالة حرب، وهذا أخونا أبو محمد جولاني 7 سنين ولا نعرف إلى متى تنتهي حالة الحرب مع بشار الأسد، لا نعرف. إذن نحن بحاجة إلى تغيير، وقد جربنا فترة كافية، ويفترض المجتمع الموجود بالمحرر والذي هو نخبة المجتمع السوري بحاجة إلى إدارة جديدة وقيادة جديدة. نعم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بين السطور، أشكر لكم حضوركم كل من السيد معتز ناصر المدون والناشط السياسي ضيفي كان معي من ريف حلب الشمالي، وإلى الدكتور فاروق كشكش أحد ممثلي مبادرة الكرامة أيضا كان معي عبر تقنية زوم من ريف إدلب الغربي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم. ولكم أنتم مستمعينا الكرام الشكر موصول لكم لحسن استماعكم، لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع المقبل بحول الله تعالى وقوته، في أمان الله.